اسره. هذا في سالفة أنا ما كملتها هذاك اليوم وقطعتها. هذا في يا طويل العمر تقاه ولا كف وجهك يا ضاحي. تقاه اصبر تقاه خلنا زي المشهد. تقاه يا عمري يا ضاحي. تقاه تقاه عشت قبل ما زين لبسة العرس يا ضاحي يا حبيبي. هذا يا طويل العمر انقطع بخده. مرة قلت سالفة هني بالعصر ونسيت منها كم من حاجة ما كملتها. وهي حلاوة السالفة هي جتك كاملة صحيح اللي ما يروح منها شيء. نعم. هذا طويل العمر فيه شياب اثنين اخوان. وهالشياب اثنين هذولي جنب بعضهم ساكنين. واحد منهم عنده له بنية، واحد منهم عنده له وشو؟ ولد. له ولد. الشايب جاء الولد مرات على العصرية يروح يسرح بالغنم. ايه له مكان هو البنت. يتلاقون مرات كالعصرية. وتخبر عيال عم هم اثنينهم. عيال عم يعني. المهم يا طويل العمر جالس هالشيبان حول بعضهم وهم جالسين. تعال انت واحد منهم قل عيالنا كبروا. ايش رأيك ما نزوجهم لبعضهم؟ ابو البنت اي عيال عم هم اي هم عيال عم العيال عيال عم الشيبان اخوان يعني. ايه عرفت. ايه تعال انت يا واحد منهم قل عيالنا كبر وش رايك ما نزوجهم خلنا نفرح فيهم ونشوف نكسب عمرنا ونشوف عيالنا وغدنا شفنا عيال عيالنا. والله واخوه يقول والله انفالك طيب ما هي شينا وما هي شينا خلنا نزوجهم البعض. قال تم. قالوا انا عارف ان العيال ما هم قايلين لا عيال عم وما هم غرب على بعضهم وطول النهار منشوفهم يسرحون بهالحلال مع بعضهم. هذا وحيد ولده وهذا وحيد بنته. عرفت؟ والله يطول العمر ويملكون عليهم العيال ما يدرون. قبل هذه قديمة طبعا معروفة القصة أصلا. ويملكون عليهم يعني تعرف مثل اللي يسموهم على بعضهم يسموهم على بعضهم وخلاص فلان لفلانة وعدن وجابوا كان عندهم رجال وشهدوهم على هالسالفة انه يعني تراكم شاهدين انه ترانا عطيناهم هذا ولي امر وهذا ولي امر. ثاني يوم يوم من رجع الشايب للبيت لقى ولده قال له ولده انه وجهه انا تراني زوجتك بنت عمك والولد يبيها لكن البنت تعرف اللي مترددة شوي وما تدري للحين يعني هي يوم انت تشوفه مترددة يعني هي تعامله كأخوها كأخ لها ولا تعامله كواحد هي تبيه. المهم ثاني يوم ويرجعون ويتلاقون هالعصرية وهم يسرحون بهالحالة. والله ويا طويل العمر وتجيك يجيك الولد ويقرب عند البنت دائما يوم يتلاقون تجي البنت تقول له وجهه هلا بوخيي. عاد هو اليوم يوم جاء وش يقولها هلا بحليلتي. تقولها لا والله ماني حليلتك. يقولها لا حليلتي. تقول لا والله ماني حليلتك. المهم جاء يبي مزحها وهو يدري انها صارت حليلته خلاص يعني عرفت اي جاء يبي يمزحها يعني يبي يقرب منها مع يدها. هي بلد خافت الشيء ثاني وراح فكرها وبسلاح وسحبت هالخنجر وطعنته. حوذا اي والله لا ما عنده علم ان ابوها ملك. هي ما عندها علم اي ما عندها علم شلون يملك اي ما عندها علم من اول ما عندها علم تصفط لي انتشرت القصه هذه عرفت خبر البدو أيوة. قبل يملكونه آه. المهم يا طويل العمر وتذبحه ويوم ذبحته اي يطيح برضه وترجع لاهلها ما تبغى وترجع لاهلها البنت تندب وتبتسي يا هلي يا الحقوني هذه ما هي يا هلي اسمع شوف التالي يا هلا يلحقوني يا هلا يلحقوني وتجي عند ابوها وش فيك يا بنت وش فيك تقول ولد عم ايش في ذبحته ليه جاني وصار الموضوع واحد اثنين ثلاثة اربعة يا بنت الحلال هذا ترى حليل النت وحنا عطيناك اياه ومن السالفه وتنفجع البنت بدل الفجعه فجعتين يوم اندرت ان الرجال حليل لها. المهم يا طويل العمر وترجع ثاني يوم للمكان اللي ذبحته فيه كذب قصيده مو وترجع وتقول لها بيتين مع طلعه الشمس مع غروبها
زين قصيده قريت بالكتاب موجوده ايه؟ صح والله ما ادري الا بالكتاب قريتها قريتها كتبت بيتين اي ورجعت بعدها قالت بيتين المهم ترجع ثاني يوم العصر ايه؟ وترجع عند المرقاب وتجي تقول نطيت انا المرقاب مع طلعه الشمس واقول يا شمس الضحى وين خلي عقد لي عقدتين بلا لمس وانا عقدت لها عقده ما تحلي اعطته واحده اليوم ذبحتها المهم والدور السنين والدور الايام ويطلبونها رجاجي ويطلبونها شيوخ وعيال شيوخ ما تزوجت صح؟ اي ما تزوجت ما تزوجت وجتها جوها طلابين كثر شعر راسك وترفض بيوم من الايام يجيها لها احد الشيوخ ويصير يقول يا بنت الناس سالفه صارت قديمه يعاتبها خلاص عيني خير ما من رجال الناقص جات كل جوت شيوخ وعيال شيوخ وكل اللي جوت من قبل بعد كفو ونعم وش اللي حدث على هذا سنة الحياة هو أنك تتزوجين وتكملين نص دينك قالت لها أنت وحي قال لي بالله وحي وأنا تقول لها لذلان أنا يا ناس ما خليت والعرس ما هو على بالي أخاف يزعل علينا الميت يزعل علي واحد غالي أعوذ بالله شف اللي خايفة حتى على خاطره هو ميت سلامتك هو ما دريبه بس عاد انه شو اسمه يعني اقصد سالفه هي انا طرت علي إيه؟ طرت علي سالفه مشابهه للسالفه سالفتك هذه